بالنسبه لهذه التكميليه كما اشرت سابقا، انت كتشوف البطولات هام على سبيل الذكر، انت علاش هذه البطولات علاش ما نزلش لهم الخيط الكابلي مول السخنه اللي غادي عنده البطوات؟ قال لك لا، ما يدوزوش عند الشقوري، ما يربطش الشقوري بالباحه، الا ربط الشقوري بالباحه ما يوصلوش عند هذاك السيد مول الدار. وبالنسبه لهذه التكميليه، راه الدائره 11 تقسى فيها عاشق خليل اللي مستشار جامعي، و2012 في الدراسه، والصهب سي محمد، وعبد العزيز خيا، وعبد الخالق مبتسم، والطالبي عبد الكريم، وخالد أعليش. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونوا معنا في لاشين يوتيوب، وبارتاجوا المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.